هاي. السندات الحكومية هي نوع من الاستثمارات القائمة على الدين من خلال إقراض أموال للحكومة مقابل سعر فايدة متفق عليه. تستخدمها عادة الحكومات لجمع الأموال وإنفاقها على مشاريع أو بنى تحتية جديدة، وممكن للمستثمرين استخدامها للحصول على عائد محدد بيندفع على فترات منتظمة، وبمجرد انتهاء مدة صلاحية السندات بيحصل الدائن على استثماره الأصلي. من الممكن المتاجرة بالسندات بالأسواق الدولية بالإضافة لرهنة والاستدانة مقابلة إلى جانب عمليات المضاربة. سوق السندات هو عادة أوسع من البورصة، مع أنه ما يعتبر أولوية عند المستثمرين. مين قال أنه حجم هالسوق زاد عالمياً 3 مرات خلال السنوات الـ15 الأخيرة، وهو بيساوي اليوم 100 تريليون دولار مقابل 64 تريليون للبورصة؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.